الدعاء لها إن شاء الله. اللهم انصرها، اللهم أيدها، اللهم احفظ لها، اللهم افتح لها أبواب النصر والتأييد والتعاون والألفة والمودة والمحبة. اللهم أدم عليها البر والإحسان والمعروف، اللهم أدم عليها الخيرات والبركات والرحمات وعلى جميع النهضيين والنهضيات إن شاء الله في كل زمان ومكان. واحفظها من شرور الأشرار ومن كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين ومكر الماكرين وبطش الجبارين وقهر الظالمين وظلم الظالمين وإيذاء المؤذين. اللهم إنا نسألك ونتوجه باسمك العظم الذي إذا سئلت به أعطيته وإذا استنصرت به نصرته. اللهم إنا نستعينك فأعنا، اللهم إنا نستغيثك فأغثنا، اللهم إنا نستنصرك فانصرنا، اللهم إنا نسترزقك فارزقنا. اللهم انزل علينا الخيرات والبركات والرحمات والسكين والطمأنينة والنور في كل لمحة ولحظة وفي كل حين وفي كل زمان ومكان وميدان، ولا تحرمنا من ذلك يا الله يا الله يا الله. واكتب لها الصحة الدائمة والعافية الدائمة التامة الكاملة الشاملة إن شاء الله. واحفظها يا الله، واكتب لها أبواب التعاون، وافتح لها أبواب التعاون من جميع النهضيين والنهضيات يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسر أسرار الفاتحة على نية القبول والإجابة على كل نية صالحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم، إن شاء الله نراكم على خير إن شاء الله، أنتم في عافية وفي صحة وسلامة إن شاء الله، في نصرة من الله. الذي ما سلمنا عليه من هو؟ الوقت خمس، ها؟ كم باقي؟ كم باقي؟ إذا برا بجي؟ إذا برا بجي؟ ها؟ 20 20 نقول.